منذ أن صاغ جوزيف ناي الأستاذ بجامعة هارفارد الأمريكية مفهوم القوة الناعمة سنة 1990 والحديث لا يتوقف في العالم كله عن تلك القوة وأدواتها، سواء كانت سينما أو أدب، مسرح، فن، أثار، تاريخ، حضارة وغيرها كتير من الأدوات. لكن أخيراً تأكد للجميع أن الرياضة أيضاً وإنجازات الرياضيين في المحافل الإقليمية أو الدولية هي كمان واحدة من أهم أدوات القوة الناعمة للدول. على مدار سنين اتفق الباحثين في دول العالم على تعريف القوة الناعمة للدولة. اتفقوا إنها قوة روحية، قوة معنوية بتجسد حاجات كتير، أهمها أفكار ومبادئ وقيم وهوية وإنجازات الدولة. ده بداية من البنية التحتية مرورا بالتاريخ والثقافة والفن وحتى الرياضة وبالتأكيد إنجازات كرة القدم. الغرض النهائي الحقيقة من تلك القوة في أي دولة هو فرض احترام وإعجاب شعوب العالم بها وجذبهم إليها، وفرض كمان أفكارها وثقافتها وقيمها بالسهولة من غير استخدام أي عنف أو قوة. الغرض هو تحقيق مصلحة الدولة وأهدافها السياسية والاقتصادية والثقافية. المؤكد كمان ان الرياضة بقت عشق دولي وعالمي، ومش غريب النهاردة ان عشاق اندية زي برشلونة او ريال مدريد او باريس سان جيرمان او غيرهم من الاندية الاوروبية الكبيرة بيتجاوزوا الملايين من المصريين، لدرجة ان حضور مباراة للفرق دي في اي استاد في بلادها بجد بجد بقت حلم كبير لكتير من الشباب. صحيح انه سياسات العولمة والتطور التكنولوجي الرهيب اللي احنا بنعيشه ساهم في نشر الموضوع ده، لكن المؤكد كمان ان دول العالم كلها ما بقتش بتشوف الرياضة مجرد لهو او ترفيه او حتى قتل للوقت، لكنها بتعتبرها جزء اصيل من قوتها الناعمة، وجنود القوة دي هم فرقها ابطالها الرياضيين. عالم فرنسي كبير باسكال بونيفاس بيقول، ده طبعا بيشتغل مدير المعهد للعلاقات الدولية في باريس، بيقول ان الرياضة لم تعد فقط مجرد لعبة، فقد صارت عاملا جيوسياسيا هاما وعنصرا اساسيا من عناصر اشعاع الدول ونفوذها. وده الحقيقة اللي خلى الصين تضع برنامجا قوميا لمساندة الانجازات الرياضية، واللي خلى الزعيم الافريقي الراحل نيلسون مانديلا يصف كرة القدم بانها النشاط الأكثر توحيداً للجموع. صحيح أن مصر ومن سنوات بعيدة شافت في الرياضة قوتها الناعمة وخاصة في محيطها العربي والأفريقي، فمصر كانت وما زالت حريصة على تصدر كل البطولات الألعاب الأفريقية، ولسه فرقها في الألعاب الجماعية على رأس كل هذه البطولات. كمان ما فيش شك أن ده خلى مصر قبلة الرياضيين الأفارقة والعرب، وأعتقد إن الجيل اللي أنا بنتمي ليه لسه فاكر كيف كان فوز النادي الإسماعيلي ببطولة أفريقيا سنة 69 اللي هي تمت في يناير 70 بعد فوز تاريخي على الأنجلبير بطل الكونغو. الفوز ده ومشهد استاد القاهرة يومها ما كانش أبدا مجرد فوز في مباراة كرة قدم، كان الموضوع تعبير واضح عن قوة مصر الناعمة في الرياضة، واللي نجح في نادي الإسماعيلي إنه ينقل صورة مختلفة عن مصر وقواها بعد هزيمة 67. فإذا كانت القوة العسكرية هي التي دمرت إيلات وأكدت قدرة مصر العسكرية وقتها، ففوز الإسماعيلي كان جزء من قوتها الناعمة اللي أكدت بيها مصر أنها ما زالت حية وحيوية وقادرة على البقاء. السينما، المسلسلات، الإعلام، الموسيقى، وسائل مختلفة لإمتاع البشر في كل أنحاء العالم، لكن مع مرور الوقت لم تعد المتعة الهدف الأساسي من ورائها، وإنما اندرجت تحت مسمى القوى الناعمة، إذ تعتمد عليها الدول لإبراز تواجدها وتأثيرها في العالم.
بوب مارلي مغني الراب الشهير كان مثالا هاما وسببا في شهرة بلاده جامايكا التي لم يكن لها دور معروف على الساحة الدولية، ولم تنتهي قائمة القوى الناعمة بل يضاف إليها الرياضة. ففي كرة القدم على سبيل المثال لم يعد محمد صلاح أو محمد النني أو رمضان صبحي وغيرهم مجرد لاعبين، وإنما محترفين لهم تأثيرهم وبصمتهم كممثلين لمصر في الملاعب الأوروبية. وفي عام 2006 استضافت ألمانيا كأس العالم، وظهرت آنذاك محاولات لتحسين صورتها أمام العالم بسبب ماضيها النازي. وفي العام نفسه حظيت مصر بشرف استضافة كأس الأمم الإفريقية، وظهرت بشكل مبهر ساهم في تدعيم صورة مصر بين دول العالم بجانب تعزيز فخر المصريين بإنجاز المنتخب الوطني وإحراز اللقب. وفي عام 2008 تعاونت بريطانيا مع منظمة اليونيسف من أجل توفير الأنشطة الرياضية للشباب في 20 دولة نامية من بينها الهند والبرازيل وإندونيسيا، كما استضافت دورة الألعاب الأولمبية عام 2012 وحققت عدة مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية. البرازيل استغلت سمعتها العالمية في لعبة كرة القدم فاستضافت كأس القارات عام 2013 وكأس العالم والأولمبياد عام 2014، ثم دورة الألعاب البارالمبية العام الماضي في محاولة منها لتحسين صورتها أمام العالم في ظل توتر الأوضاع الداخلية. وفي عام 1980 قطعت الولايات المتحدة أولمبياد موسكو احتجاجاً على الحرب السوفيتية آنذاك على أفغانستان، موقف يؤكد انتقال الكرة من المستطيل الأخضر إلى دائرة التسييس، إذ سارت الرياضة عاملاً جيوسياسياً هاماً وعنصراً أساسياً من عناصر نفوذ الدول وسيطرتها وقوتها. إذا كانت دول العالم بتستخدم أسماء زي رونالدو، ميسي، فيدرر، يوسين بولت وغيرهم كتير من أسماء الأبطال كجنود في حربها الناعمة، ومصر كمان رغم وجود محمد صلاح، رمضان صبحي، نور الشربيني، شرباجي، محمد إيهاب، هداية ملاك، سارة سمير، فالأكيد أننا لسه في حاجة للعمل الجاد في تطوير قوانا الرياضية إذا رغبنا أن تكون فعلا هي أحد قوانا الناعمة، مش في أفريقيا بس لكن في كل أنحاء العالم. علشان نعرف إزاي العالم حوالينا بيتعامل مع قواه الناعمة وإزاي بينجح في استخدام الرياضة حتى تكون أحد أهم أدواته في السياسة الدولية، خلينا نشوف المعلومات دي ونبدأ من حاجة اسمها مؤشر القوى الناعمة. هذا المؤشر بيصدر كل 5 سنوات، وبالمناسبة غابت عنه مصر وكل أفريقيا الحقيقة والعالم العربي كمان. هذا المؤشر احتلت فيه بريطانيا المرتبة الأولى، متقدمة على ألمانيا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، اللي تراجعت من المركز الأول سنة 2010 إلى المركز الثالث سنة 2015. تعالوا نشوف الترتيب بتاع العشر دول. هنلاقي بريطانيا في المرتبة الأولى ب 75.61%، تليها ألمانيا 73.89%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية قلت لكم تراجعت للمركز الثالث ب 73.68%، فرنسا 73.64%، كندا 71.71%، أستراليا 68.92%، سويسرا 67.52%، اليابان 66.86%، السويد 66.49%، وأخيرا هولندا 65.21%. نلاحظ أن إحنا هنا الفرق ما بين الأول والعاشر حوالي 10 درجات. طيب عن نفس القصة دي، عن نفس هذا الموضوع، في دراسة أجرتها مؤسسة كينجز كوليدج طبعا الشهيرة في بريطانيا، قالت انه تلك الشعبية الرياضية كانت مصدر قوي ساعد في ايه بقى؟ بيقول انه في اولمبياد لندن تابعها اكتر من 50% من سكان العالم، ده اللي هم ايه، وزاد كثيرا من اهتمام شعوب العالم ببريطانيا. طيب
هنلاقي تفصيلة جوه دي. الدراسة بتاعت كينجز كوليدج بتقول إن الدراسة دي شملت 11 دولة ذات أهمية استراتيجية لبريطانيا، يعني الأولمبيات مش بس معمولة رياضة، لا في كمان أمور جانبية. بيقول لك إيه بقى؟ بيقول إن 36 من السكان بيروا بريطانيا أكثر جاذبية، 35% منهم هم عايزين تشجعوا لزيارة بريطانيا، ده من سكان الكرة الأرضية علشان شافوا الأولمبيك جيم. يعني تخيلوا إحنا دلوقتي لما الناس بيروحوا لمكان زي ده هم بيعملوا إيه؟ خلونا كمان نشوف أحد الصحف كتبت إيه على ده. طبعا ده المركز الثقافي البريطاني بريتش كونسل، كاتبين إيه؟ كاتبين بيقول إزاي بريطانيا نجحت في استغلال الرياضة في معركة قوتها الناعمة للوصول لتلك المرتبة. المقال بعنوان القوى الناعمة للرياضة، وده زي ما قلت لكم البريتش كونسل نشره، تناول فيه استضافة بريطانيا لعدد من البطولات الدولية، منها بطولة العالم للرجبي أولمبياد 2012، بطولة الكومنولث سنة 2014 كانت، وكمان اتكلم عن الأثر الإيجابي اللي حققته تلك الاستضافات في تدعيم النفوذ الدولي لبريطانيا. كمان هذا المقال الحقيقة تحدث عن عدد من مصادر القوى الناعمة البريطانية، منها ديفيد بيكهام، جيسكا هيل، وبطولة الويمبلدون، وبطولة الدوري الممتاز اللي هو البريمير ليج في بريطانيا، وقالوا ان بيتابعوا 4.7 مليار شخص على مستوى العالم، واللي المقال وصفه بأنه أنجح الصادرات البريطانية. وكمان مين من أنجح الصادرات؟ فريق مانشستر يونايتد، اللي الدراسات ذكرت ان 10% من سكان العالم بيشجعوا هذا الفريق. الحقيقة عن الرياضة، الرياضة كأحد أهم أدوات القوة الناعمة للدول، بتدور حلقتنا الليلة في الحوار مستمر، وبالتأكيد حينما يكون الحوار مع الرياضة فبالضرورة سيكون ضيفنا هو الأستاذ حسن المستكاوي. حسن المستكاوي كاتب صحفي وناقد رياضي، اشتهر بمقالة يومية في جريدة الأهرام تحت عنوان ولنا ملاحظة، وهو نجل شيخ النقاد الرياضيين الراحل نجيب المستكاوي. لاعب كرة قدم في ناشئ نادي المعادي حتى سن 21، ولاعب بفريق كلية التجارة، وعضو في منتخب جامعة القاهرة لكرة القدم في عامي 1973 و1974. حصل على لقب بطل مصر للسباحة الحرة 100 متر و200 متر تحت سن 12 عاما و16 عاما. حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية التجارة جامعة القاهرة في عام 1974. حاصل على جائزة أحسن صحفي رياضي مصري من نقابة الصحفيين، وهو عضو لجنة التحكيم لمسابقة نقابة الصحفيين في التغطية الرياضية، وعضو لجنة التحكيم لمسابقة جوائز الصحافة العربية في التغطية الرياضية. عمل كاتبا رياضيا في العديد من الموضوعات العربية، ومنها مجلة كل الناس وجريدة العالم اليوم ومجلة سوبر الإماراتية. يشغل حاليا منصب عضو مجلس تحرير جريدة الشروق، عمل نائبا لرئيس تحرير الأهرام ورئيسا للقسم الرياضي، وله كتابات أخرى أحيانا خارج إطار الرياضة. تاريخ عظيم. أين تقع بقى الرياضة المصرية على خريطة العالم كدولة مؤثرة؟ ولأي مدى لعبت وتلعب الرياضة دورا هاما في مكانة مصر الإقليمية أو الدولية؟ ولماذا لا تضع الدولة خارطة واضحة للنهوض بالرياضة المصرية وتهيئة الرياضي المصري ليكون جنديا في معركتها بالقوى الناعمة؟ للإجابة على كل تلك الأسئلة وغيرها بالتأكيد سيدور حوارنا مع الأستاذ حسن المستكاوي بعد الفاصل، مع ناقدنا الكبير وأستاذنا وأحد كبار أساتذتنا في الصحافة حسن المستكاوي. الحوار مستمر.